مشاهدينا في الرياض على القناة الوطنية الأولى، أهلا وسهلا، مرحبا بكم لمتابعة هذا العدد الجديد من استوديو كان في مواصلة لفعاليات كان غينيا الاستوائية 2015، واليوم تغطية حصرية ومباشرة لمباراة تونس زامبيا. والحمد لله منتخبنا اليوم فرحنا بثلاث نقاط مهمة ومهمة جدا، أكيد ثلاث نقاط كانت دون إقناع حقيقة في مباراة نتاع اليوم، تفجعنا برشا على مردود المنتخب مع بداية المباراة، لكن ثلاث نقاط رجعت فينا شوية ثقة في المنتخب. أكيد ثلاث نقاط هذه ما تخفيش برشا نقايص اليوم بالنسبة للمنتخب. للحديث عن منتخبنا اليوم ومردوده خلال المباراة هذه، سعداء اليوم باستقبال كالعادة ضيوفنا في البلاتو هذا، سهيل براذي مرحبا بك. مرحبا أنيس، مرحبا بالضيوف والسادة المشاهدين. محللنا الفني خالد المولي مرحبا بك أنيس، بالحضور والمشاهدين الكل. سعداء أيضا باستقبال منصر الوحيشي، مرحبا منصر. مرحبا بك أنيس وبالحضور والسادة المشاهدين. من بعد ايضا باش يكونوا معنا في ربط مباشر زملائنا عبر بعض الجهات، كيفاش عاشت الجهات هذه مباراه تونس وزامبيا وفرحه بالثلاث نقاط اليوم. زملائهم باش يكونوا معنا عمر مستيسر من تتاوين، باش يكون معنا ايضا حافظ بن عامر من صفاقس، باش يكون معنا من قفصه زميلنا حافظ الطرابلسي، ومن تونس باش يكون حاضر معنا ايضا عصام الزيناوي حتى نعيشوا معهم فرحه المباراه هذه وفرحه بعض الجماهير مع التحاليل الفنيه لبعض الفنيين اللي باش يكونوا حاضرين معهم بعد في المباشر. قبل ما نمشيو لقطة اليوم، فما لقطة باش نشاهدوها بعد شوية، نمشيو كلمة مع الفنيين عن مباراة اليوم. نبدا معاك سهيل، كيفاش عشت المباراة اليوم؟ والله كيما التوانسة الكل، الناس الكل حضرنا الماتش، سنينا الماتش، شوية معناتها دخول تاع المنتخب في المباراة خلانا يمكن نطمئنوا أكثر شوية. العشرين دقيقة الأولى كانت متميزة، يعني حضور متميز المنتخب، بعد تراجع شوية التالي، صار الهدف في أول الشوط الثاني نتاع فريق الخصم، بعثر الوريق الكل، ولات انتقادات كبيره، واحد في الاخير انتصر المنتخب. خلينا نقولوا كما قلت انت بالضبط، يعني فرح التوانسه الكل، انتصار مهم معنويات بالاخص، لكن يخفي عديد وعديد النقائص وراه، برشا حاجات رينيهم ناقصين اليوم في المنتخب تو نحكيوا عليهم اكثر. اكيد باش نجيو نحكيوا فيهم بعد شويه. خالد كيما خونا اليوم تفجعنا شويه، تقريبا شوط اول مع بدايه الشوط الثاني مردود المنتخب حقيقه طرح عديد التساؤلات، لكن ظهر لي ثلاث نقاط اليوم خلاونا متفرهدين شوي. صحيح، على غير المتوقع كنا اليوم نتصوروا باش تصير رياكسيون بعد المردود الباهت نتاع مقابله الراس الاخضر، لكن رينا شوط اول بصراحه مش في مستوى نتاع منتخب اللي على الاقل في مستوى انتظاراتنا، خاطر كنا نستناو مردود خير برشا من المقابله الاولى، لكن هذا ما حصلش. دوزيام ميتون كيف كيف، ال 15 20 دقيقه الاولانيين كيف كيف ما ريناش المنتخب اللي نستناو فيه، بل تعقدت الامور وقت اللي سجل منتخب زامبي الهدف نتاعو، وكان قريب برشا باش يقتل المباراة، لكن لهنا فما برشا جزئيات خلاونا نقعدوا في المقابلة ونلعبوا الحظوظ نتاعنا للآخر. بعد ما سجلنا هدف التعادل بدا الأمل مرة أخرى يحيي في نفوس الناس الكل، وتوج بهدف ثاني اللي أعطانا انتصار، لكن النقائص موجودة، فما برشا سلبيات مع ايجابيات اللي لازمنا نبنيو عليها ديما. اكيد ديما فما ايجابيات نبنيو عليها. منصر، شوط اول كما كانوا يحكيوا الاولاد كان طرح عديد التساؤلات، برشا نقايص في المنتخب الوطني، هدف اول جاء المنتخب الزامبي، انت كنت تتوقع المنتخب باش يرجع في المباراه ويخرج بثلاث نقاط يعني؟ والله شوف الشوط الاول ليه، خاطر ربع ساعه الاولى كانت باهيه، من بعد غبنا في المقابله ساعه كامله وعاودنا رجعنا في الربع ساعه الاخرى نتاع المقابله. من بعد كي تتفرج في المقابله تشوف لو نومبر دوكازيون اللي ضيعوا ضيعتهم زامبيا، معناها تقول ممكن هذيك الاسبوار، خاطر وقت فريق ولا منتخب يضيع لو نومبر دوكازيون هكاك ما ينجمش يربح مقابل، معناها ممكن اليوم اون ايو لا ريوسيت اون ايو لا شونس، مي سورتو ما لازمناش ننساو اون ايو ان غران غارديان اليوم بالبولي اللي كان ديسيزيف في دي مومون امبورتون، معناها اليوم اللي خلى المنتخب في المقابله في لي تون فور. بون اوروزمون زاد رغم اللي مايو كام لاعب كبير في زامبيا، ما عندهمش ان تشور قدام اللي في لي تون فور نتاعهم باش يكونكريتيزي لي زاكسيون نتاعهم، خاطر ايزون يو با مال دوكازيون. تعاود تفرج في الماتش، زامبيا جا برشا فرص،
كما قلت لك في لي تونفور نتاعهم اينو با كونكريتيزي، واحنا كان البلبولي حاضر. انا حسب رايي اليوم هو اللي خلانا في المقابله، هو اللي خلانا للاخر موجودين باش نجم نربحوا المقابله هذه. واضح من بعد شنو نحكيوا على الخيارات، شنو هي اللي مشى وشنو مشاش في المباراه هذه وشنو الحاجات نجموا نبنيوا عليهم في المباراه. لكن قبل ما نمشيوا للمباراه نشوفوا لقطه اليوم، تفضلوا. هذه لقطة اليوم خالد، تعاونا باللقطات هذه في الافريقي، ذولي لقطة متميزة اليوم ما كان. صحيح لي جونغلور هذوما منهم برشا في افريقيا، وفي اغلب الاحيان يعطيوا يعني يعطيوا جو باهي، اما بالمانير هذه بالباي بالباي بالقلم يظل يدور. اي فوالا يعني حاجة بصراحة أول مرة أنا نراها، وحاجة تبهت وميم تو تعطيك توريك اللي فما دي تالون يعني ماجسترال ساعات تلقاهم في افريقيا. ومازال فما برشا لقطات اخرين ان شاء الله، كل يوم نتحفوكم بلقطات ابرز لقطات اللي شاهدناهم في الكان. نمشي تو ملخص مطول مباراه تونس زامبيا، بعد نمشي نحكيوا اكثر عن فنيات هذه المباراه. تفضل. Ce bon ballon vers l'avant et la tentative de Jamel Saïd, le joueur de Montpellier. On est dans la surface de réparation avec une faute de main qui est réclamée par les Tunisiens. Incroyable. Alors on voit le mouvement, c'est bien joué. Casgrain, première intention. Oui. Cette frappe de loin qui passera. Il s'est fait une belle petite carrière. Attention avec cette opportunité. Encore et la frappe derrière. Lubombo Moussonda. Moussonda qui repart avec le ballon dans les pieds. Dans sa trois adversaires à l'extérieur du pied au second poteau. Et maintenant les débats sont équilibrés avec 51%. Attention. Avec ce coup de tête encore de Mayuka qui va être sorti par Matuidi. Ils ont été les meilleurs de cette attention. Première période. Attention. Oh. Mayuka qui va rater sa frappe. Ça n'arrive pas dans les pieds du partenaire. Attention ce ballon qui traîne. Entrée la surface de réparation. Renford qui est là-bas. Oh, qui a soulevé le ballon, qui va le donner derrière la tentative. Regardez, il élimine. Avec trois Tunisiens. Ce ballon piqué, magnifique. Voilà, en restant compact devant, devant leur but, en faisant bloc. Et là, regardez à chaque fois, encore une fois. Allez, avec encore une ouverture derrière. Oh non, complètement raté. Un bon ballon là encore. Allez, toujours Redford. Oui. Ça aurait pu se transformer en passe décisive. Mayuka aurait pu en profiter. Attention à cette déviation. Et l'égalisation. L'égalisation pour la Tunisie, les aigles de Carthage qui égalisent comme on l'avait prédit. Il est bien tiré, dévié dans un premier temps hein, par Ben Youssef. Et derrière, voilà. Même en étant une opportunité avec Hamza Younes, le dernier entrant et cet accrochage sur Mohamed Ali Monser dans la surface de réparation. Alors on va voir votre avis. Allez. Sur Amaloul, pour tirer ce corner, le ballon qui traîne dans les pieds de Chikawi. Ça va être finalement dégagé. La Zambie qui se fait peur, peut-être la contre-attaque maintenant avec Renford Kalaba, seul face à Abdenour. Renford Kalaba qui glisse le ballon avec le rebond. Oh. La contre-attaque maintenant pour les Tunisiens, et toujours ce manque de justesse avec ce long ballon. Msakni fait l'effort, le ballon n'est pas sorti, toujours dans les pieds des Tunisiens avec le centre. Attention à la tête de Chikawi. Sur cette contre-attaque, Msakni a cru, il a temporisé jusqu'au bout et derrière la conclusion de Yassine Chikawi. Il temporise, attend tranquillement et là il arrive au second couteau et là il coupe la trajectoire. Elle n'est pas bien placée, une petite faute de main malgré tout de Mouéné, mais ça suffit. Le centre est parfait. Alors effectivement, on pourra toujours critiquer la manière, on n'a pas vu un fond de jeu toujours consistant, on les a vus souffrir. Ils auraient peut-être dû perdre cette rencontre au vu des occasions, mais ils ont su être réalistes. L'objectif est atteint. إذا كانت هذه أبرز لقطات المباراة اللي عشناهم اليوم. سهيل يظهر لي غسرة وتعديت بالنسبة لليوم. نحكي على تشكيلة قبل ما نمشيو للفنيات، نحكي على تشكيلة وشنو تغير فيها التشكيلة اليوم. ربما أبرز مفاجأة هي كانت تخلي على منصر في التشكيلة نتاع اليوم. والله فما مفاجآت، تخلي على منصر اللي هو المباراة الأولى كان سجل هدف وكان ديسيزيف، فما زاد تخلي على حمزة المثلوثي، معناتها ما كانش خايف في المباراة الأولى. كنا نستناو يمكن في تغييرات هجوميه اكثر، خلينا نقولوا نستناو يمكن في شرميتي اون بوانت ولا دمرجايبي اللي يجمو يعطيونا حلول اخرى ثانيه.
لكن احنا على المباراة اليوم حتى حد ظهر لي ما كان يقول في اللي شاهد المباراة وانه المنتخب التونسي سورتو بعد ما قبل الهدف الاول باش يجم يرجع في الطرح وباش ينتصر. ظهر لي كانت مهمة صعيبة، لكن نعرفوا لي الكرة جزئيات، انا باش نتكلم على الحاجات اللي صاروا جزئيات في الكرة. اليوم المنتخب الزامبي انا التورنو نتاع الماتش هو الاصابة نتاع مايوكا اللي وقت اللي خرج هو ولينا اون سور نومبر، احنا ولينا 11 ضد 10 في الوقت القليل هذاك، الوقت اللي جات فيه الهدف طلع فيه رامي البدوي الطلعه الاولى والاخرى في الماتش اللي هو كان معناتها عاض فيها الهجوم هو كظهير، طلعه برك ديورون طول الماتش في الدقيقه 70 اللي جابت ركنيه، والركنيه هذيك اللي جابت الهدف يعني اللي رجعنا في الماتش وخلينا في المباراه. من بعد كيف كيف البونتو الثاني زاد سيتان ديتاي، معناتها الملاعب في الدقيقة 90 كان يجم ياسين شيخاوي بعد ما عطى التمريرة هو من وراء السونتر كي رجعنا في كونتر اتاك، ياسين شيخاوي هو اللي قام بالتمريرة ليوسف المساكني من بعد يعمل ان سبرين دو 60 متر باش يخلط حذاء الكاج وباش ياخوها، توزيعة ممتازة جدا يوسف المساكني اللي هو قدم مباراة كبيرة نشوفه اليوم معناتها بعد الغياب اللي كان غايب على المنتخب، ويخلط ياسين شيخاوي اللي خلينا نعطيه معناتها كل واحد حقه. ياسين شيخاوي ما كانش في نهاره اليوم برشا انتقادات واحد، ولكن ياسين شيخاوي من اللاعبين اللي يجم يعمل فارق وسجل هدف. ياسين حتى وهبي الخزري ما كانش في نهاره، كنا نتوقع باش يكون تغيير قبل هذاك، معناها قبل باش يدخل منصر قبل التوقيت هذاك، ديما اللي كانت تغييرات تجي مخر شويه نحسوها. والله يمكن، ولكن خلينا نقولوا انه اللي كان اليوم رغم اللي تغييراته كانت مخر وتغييراته مشكوك فيها، ولكن نجح فينالمون. احنا نحاسبوا على النتيجه، ما نجموش نحاسبوا مدرب قام بتغييرات وكانت كان الفريق منهزم واحد بلاش وقام بتغييرات ثلاثه تغييرات في الاخر انتصر الفريق، ما نقولوش كوتشينج ولا يتحسب له ولا. اليوم ظهر لي حتى كان تغييراته فيها انتقادات، حتى كان تغييراته متاخره، بعد ما قام بالتغييرات رجعت الفريق التونسي في المباراه يعني يفرحنا، خاطر انتصار نستحقوا له. احنا راهو الشعب التونسي ديما نعيشوا كوره ونتنفسوا كوره، الماتش تاع اليوم فرهد برشا عباد، فرح برشا عباد، رغم كما قلنا تقعد نقايص كبيره برشا في الاداء، هذا واضح. منصر، نسبه امتلاك الكره اليوم للمنتخب الوطني التونسي بين 52 53% للمنتخب التونسي مقارنه بالمنتخب الزامبي، لكن في المقابل المردود ما يعكسش النسبه هذه. هي بدات تعلى من هكا، معناها في ربع ساعه الاولى فات 60% نسبه امتلاك الكره للمنتخب. دونك في بدايه المقابله كنا شادين الكره، حاولنا نستحفظوا بالكره، اللي ينقص في الربع ساعة الأولى هو شونجمون ريتم، ما نجمناش نبدلوا الريتم، ما نجمناش نكسليريو اللعب في الربع ساعة الأولى. من بعد في بعد الربع ساعة هذه المقابلة تبدلت، معناها فما بيز دو ريجيم في المنتخب، ما نعرفش شنو التفسير، بوتيتر بروبليم فيزيك، بوتيتر السخانة اليوم 33 دوغري بلوس لوميديتي، ولينا نخسروا في ليجويل الكل، ولينا في عوض ندافعوا ونقدموا، معناها ندافعوا ونافونسوا، ولا ندافعوا ونوخروا للكاج نتاعنا، ولينا نقبلوا في ليزوكازيون. بعد وقت اللي تبدا كيما قلت لك قبيله اوروزمون هما ما معناها انهم درجة الحرارة باش نعطيك بعض الارقام، درجة الحرارة 34 يعني من الدرجة، والميديتي وصل 80%. اكزاكتومون، دونك هما انهم با كونكريتيزي والبلبولي كان حاضر، مي احنا خسرنا لي جويل نتاعنا الكل، خسرنا لي دوزيام بالون، ما كناش حاضرين في الامباكت فيزيك سورتو، شفنا كيفاش كانوا الاولانيين علينا في الكوره، ما كناش اغريسيف. من بعد وقت اللي تبدا الدنيا سخونه وتبدا الطقس يميد، يلزمك تلعب فيسع وتنقص ملي توج دو بال وتلعب من بلاستيك، معناها تشو بورت بالو بالون، واحنا قاعدين نجريو بالكوره، واللي ما عملناهش في 80 دقيقه عملناه في اكسيون، معناها الاكسيون تاع البونتو الثاني كي تشوفها اخذها الشيخاوي واليوم باش يشد الكوره سايبها كونترول وحطها في الاسباس، يوسف شدها واستنى لابيل نتاع الشيخاوي باش يخلط وسانتارا، معناها هو تسديدات في اتجاه المرمى، ثلاثه تسديدات جبنا منهم اهداف في لا بروميير ميتون بركا الساعه، خمسه سانك تير كادري لزامبيا وان سول تير كادري لي نحنا، معناها في البروميير ميتون اون ايتي دوميني. من بعد فما حاجات زاده كيف كيف دون لو جو اللي في الانيماسيون اوفونسيف ما لقيناش ديزونشينمون، معناها قعدنا نلوجوا في حاجات ما لقيناش ديزونشينمون. فما حاجه اخرى متصر زاده سامحني، فما حاجه اخرى مشكله كبيره برشا اليوم اللي هي الريلاسيون انترليني، التباعد الخطوط برشا على بعضها، نراو ديما في الاوفونسيف الدوزيام بال ما تيحش عنا وفي الديفونسيف ما تيحش عنا، اشاك فوا الميليو خليني نقول يمكن البيفوات كانوا ديما معناتها بعاد على البوزيسيونمون تاعهم، على خاطر على خاطر وقت اللي نتاكي والشيخاوي لا توندونس باش يمشي ويقرب برشا للعكاشي وترقى براتيكمون دوزيام اتاكون، دونك وقت اللي دوزيام بال
اوفونسيفمون تيح عندنا لي ميليو تيرا يزوم يعملوا دي كورس باش يقدموا وباش يلصقوا لي ميليو تيرا قعدوا شاك فوا بعض لي ديفونسيف ما طلعتش ما تبعتش اما من بعد من بعد في لو تورنوم تاع الخرجه اللي قلت مايوكا تضرب سي بلوس بسيكولوجيك سي بلوس بسيكولوجيك في مخاخ لي جوار نتاع زامبيا خاطر سي جوار امبورتون سي فري قبلوا البونتو في الدقيقه هذيك هما وزون ايتي موندري في الوقت هذاك ما سي بسيكولوجيك حتى بسيكولوجيك بالنسبه احنا منتصر خاطر في الدقيقه هذيك انا طلعوا حتى منتخبنا احنا اي صحيح صار السور نومبر خاطر تسربروف اللي تونس ما عملتش حتى مره على طول الماتش ما عملتش سور نومبر خلي خالد يشارك معنا خالد بالنسبه للمباراه هذه نعطيك بعض الارقام من خلالهم انت تنجم دي ستاتستيك بطبيعه الحال تونس سبع مرات توصل يعني للمرمى في المقابل نقاو زامبيا 18 مره في المباراه هذه وصل زامبيا تسديد نحو المرمى ثمانيه وتونس تسديدات ثلاثه جابوا زوز اهداف الارقام هذه كلها تقريبا تعبر يعني على ونسبه امتلاك الكره زيد لهذا الكل تعبر على الدوميناسيون نتاع المنافس نتاعنا اللي اليوم هو لعب على نقاط القوه نتاعو وحنا ما زغليناش نقاط القوه نتاعنا زامبيا اللي تري تري بيان اون بلاس يسور جروب في وسط التيران وقت اللي يخسروا الكره تو سويت يرجعوا للمناطق نتاعهم يعملوا ان بلوك ميديون وياخذوا وقت اللي يربحوا الكره يمشيوا تو سويت لقدام افيك لو مينيموم دو توش بوسيبل. الشيء هذا احنا عملناه وقت اللي تبدا زامبيا عندها الكره وتاكي احنا نبداو تري بيان اون بلاس مي لا ترانزيسيون ما صارتش كوم الفو ديما عندنا فما لمسه اثنين زايدين الشيء اللي يعطي الوقت لزامبيا باش ترجع وقتها نوليو اوبليجي باش نلعبوا لاتاك بلاسي لهنا هذه المشكله اليوم المنتخب التونسي ومش سر وماهوش عيب باللي احنا ما عندناش لي كاليتي باش نلعبوا لاتاك بلاسي احنا قوتنا وقت نلعبوا لاتاك رابيد وهاتا نشوفوا يعني من بعد كيفاش سجلنا الهدف وكيفاش صارت لنا المشاكل في سورتو في الميتون الاولاني ممكن تحسن شويه تحسن شويه الامور في الدوزيام ميتون في الاتاك بلاسي خاطر المونستر اعطى اكثر سوليسيون للبورتور ولينا عندنا اكثر جوار تكنيك في وسط التيرا اللي حتى كي تعطيه الكره ما يخسرهاش وكي ما مشوش لقدام ميتون نجموا نشدوها هذا الاختلاف اللي صار ما بين الميتون الاول والثاني ووقت اللي استغلينا نقاط القوه نتاعنا قدرنا باش نسجلوا الهدف الثاني اللي في وقت مهم يعني شيخاوي ما شدش الكوره لعب لاتاك رابيد يوسف بان سنتر ماجيسترال كيف عمد له الكوره في الاسباس يلزم وصغلينا كيما يلزم لي كاليتي تكنيك نتاع اللاعبين نتاعنا او ميم طون صغلينا النقاط القوه نتاعنا في اللعب اللي هي لاتاك رابيد واضح حكي سمحني نسمع حاجه اخرى على لي دو ميليو تيران اليوم المشكله اللي تكتيكيه ما لقيناش حل مع كلابا ما عرفناش كيفاش ناخذوه مع دير شوف الاستات مثلا لي تير كادري الخمسه نتاع زامبا بريمير ميتون فيهم ثلاثه هو معناها ملاعب يجي ما بين لي لين يجي يطلب كره ويدور ورا مايوكا ومايوكا يفيكسي لي سونترو وهنا ما لقيناش لا سوليسيون تكتيك خاطر وقت اللي شيخاوي يبدا يليميني كي نخسروا الكره لي ميليو تيرا نتاعنا اسكو يمشيو يطلع واحد على البورتور واحد يقعد يوم باش يلعب اون بيستون ولو جوار ما بين لين اللي هو شاك فوا كالابا شكون باش يخرج له؟ اسكو باش يخرج سونترال يقعد سونترال ان كونترا اسكو لاتيرال باش يرز هنا تكتيكمون يفالي تروفي لا سوليسيون واليوم مايوكا سي فري كي ليتي اكتيف اما اخطر ملاعب اليوم هو كالابا واللي تعبنا واللي قلقنا برشا خاطر ملاعب يجي ما بين لين ويرقاوه يرقاوه ملاعبي زامبيا الكل وتكتيكيا ما لقيناش الحل وشوف با سي فري كو في البونتو انا ايتي ترو باسيف معناها ما تنجمش في دفاع يدخل بالفاسيليتي هذيك ويليميني ومن بعد يهز الكره تاكيد الكلام يمكن اللي ما لقاوش ريسوليسيون الكلابا خاطر هذيك دوزيام بال خذاها الى فيكسي وحنا خذا برشا كور ما بين لاليني ديما ما بين لالين دو كات وما بين لي دو ميليو تيران خذا برشا كور ما بين لاليني هو بو عنده لا كاليتي في سعى يدور ويونشين فير لو بيوت اما هنا يلزمنا نلقاو حل معناها كي تبدا ملاعبي عندك هنا ما بين لازم تلقى حل ومن بعد ما نعرفش حسينا ملاعبيه بار مومورزان ممكن السخانه دوزيام ميتون وقت اللي ما عادش فما شمس نقص شوي سخان بوتيتر انا غوتروفي السوف الجديد في اخر الماتش بوتيتر البيس دو ريجيم بعد ال 70 دقيقه الباهيه نتاع زامبيا عاودنا رجعنا في المقابله يا ديزيسباس اللي لقيناهم اما ليليمون بسيشيك زاد بسيكولوجيك مو البونتو عاودنا برشا سي سور انا تي ليبيري بالبونتو هما تمسوا بالبونتو اما كيما قلت انت من الاول فما برشا نقائص معناها اسكو اليوم
كان حبوا نمشيوا بعيد، فما برشا حاجات روفوار، فما برشا نقائص يلزمنا نصلحها. باش نحكيوا في النقائص قبل هذا كله، نمشي فصل اشهاري ثم نعود مصر الحديث. تفضل. النسور كل ورا المنتخب مع كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. كارفور المساند الرسمي للنسور. إذا نوجد تحية لكل مشاهدينا متابعي الرياضة على الوطنية الأولى. بالنسبة لمشاهدين اللي حبوا يتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك لهذا البرنامج استوديو الكان، تدخل على الصفحة هذه توصلنا تبعاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم. كما قلت الصفحة هي استوديو الكان. نمشي معك سهيل، اليوم حكينا في الحصص الفارطة عن تغييرات اللي يلزمها تصير في المباراة هذه، حكينا عن معاضدة الظهيرين علي معلول والخدمات اللي قدمها في المباراة الأولى. اليوم علي معلول ما كانش نفس الدور اللي قدمه في المباراة الأولى، في المقابل نلقاو البدوي اليوم حقيقة يعني صحيح عدد الدفاع وكان صعوده وجاب الهدف في الدقيقة 70 كما كنت تحكي أنت، لكن غالبية المقابلة نلقاه يعاون في اللاكس، يعني البدوي نلقاه يعني من غير ما يشعر يروح ويمشي للمحور، يعني ما عوضتش في بلاصته ديما فارغة. والله عندنا مشكل احنا في خط ظهيري، من خلينا معناتها نحطوا نقاط على الحروف، عندنا مشكل ظهر لي حمزة عطاه حل، ولكن اليوم كي نشوفوه غيروا المدرب ممكن ماهوش مقتنع بالمردود الهجومي نتاعو، لأنه ما كانش معناتها سعد برشا في المباراة اللي فاتت. كيف كيف اليوم بدوي ظهر لي، هو انت قلت لي كان يلصق برشا للاكس على خاطر هو اللاعب اكسيال معناتها في النجم الساحلي، لاعب يلعب في اللاكس، دونك عنده توندونس ديما باش يدخل، وهذا يخدم مصلحة المنتخب رينا في ثلاثة ولا أربعة مرات يغلف على سيام ويغلف على عبد النور، وفما كورة حتى خلط هو في السويت كونتر اتاك في الكورنير خلط هو نحار في الاخر. لكن تقعد نقطة الاستفهام اللي هي المعادلة الهجومية لهنا باش نوضحوا شوية أمور. باش تجي الظهير نتاعك اليسار ولا اليمين يطلع لازمك تعمل سيور نومبر وتعمل ديكالاج، لازمك لادفيرسير مثلا تكون كورة على اليمين معناتها تبدل طريقة سريعة الكورة ويخرج لارير اليسار اللي هو يلقى الاسباس قدامه بشوية. احنا ما عملناش فوليوم دو جو، ما كورناش برشا، يعني ما لقيناش الحلول، ما دخلتش يعني الكورة، ما مشيتش وجات على برشا ملاعبية وعملنا الديكالاج ولقينا وقت باش طيحنا الادفيرسير على شيرة نجمو نخدمو له على الشيرة الأخرى باش لارير يطلع في راحته. هذاك ما نجموش نلومو برشا الملاعبية اللي هما ما صعدوش. ولا بروف قلت لك كيما قبيلي الصعود الوحيد للبدوي خاطر معلول نعرفوه اللي بلوز انتيليجون ويخدم برشا في البوست هذيك ومعروف بالنزعه الهجوميه نتاعو، على غير البدوي اللي هو يعني والبدوي تلاش اثر بخط الاصلي يلعب فيها في النجم الساحلي اللي هو يلعب يعني في المحور اليوم. الخطه هذه متعمد اليوم، متعمد البدوي باش يكون هو ديفونسور باش ما يطلعش، يعني مش الناس كل تعرف هو ستان ستوبر، كي تحط في الكونتكست تاع نتاع لاتيرا دروا باش يعطي بلوس دو سيكوريتي للديفونس، يعني باين في تفكير المدرب يحب يليبيري اكثر وهب الخزري وميم تو ما يربطوش برشا بالرول ديفونسيف، وميم تو عنده لاعب اللي امنوا الدور الدفاعي وقت اللي الخزري ما يرجعش. هذا البدو اليوم كان متعمد باش يلعب دور دفاعي، لكن وميم تو الدور الدفاعي نتاعو خلق كونفيزيون خاطر كي ترى الهدف خذاها كلابا ما بين أربعة لاعبين الناس كل قاعدة تفرج فيه وقتها، دونك لهنا خرج من أربعة كل والله يعني صار يعني كلي كل واحد عمل على الآخر والله يعني كان جاء لاتيرال يعني في بلاستو ستوبر في بلاستو الستوبر اللي على اليسار في بلاستو ما كانش يسجل هدف، لكن كيراو ثلاثة مع بعضهم صار كل واحد يعني كل واحد عمل على الآخر ونساو يعني كل واحد التاش نتاعو البرانسيبال. هو هدف سامحني الاختيار هذا، الاختيار هذا صار في مقابله مصر في مصر في التصفيات ولعب البدوي على اليمين، دونك اوتوماتيكمون وقت تنحي حمزه المثلوثي وتحط رامي البدوي سيكو انت تخمم في سوليديتي ديفونسيف، معناها حطيت واحد فوكاسيون ديفونسيف، وقت اللي تنحي ناطر وتحط الراقد فورسيمون
حسين ناطر يفا بورتي بلوس اوفنسيفمون في الكونستركسيون في خدمه الهجمه. الراقد يفا تابورتي بوتيتر بلوس ديفنسيفمون. معناها هنا في الزوز تغييرات التفكير، هنا تفكير اكثر دفاعي اكثر في ليكيليبر ديفنسيف. بعد معناها تفكير دفاعي اوكي، معناها ما خممنا اكثر باش ما نقبلوش هدف ونلعبوا بوتيتر على الاغلاط في الكومبوزيشن. يعطي حريه للثلاثه لاعبين خاطر يوسف المساكلي والشيخاوي في الرد ما يرجعوش برشا. خلينا نمشيو نشوفوا التصريحات ما بعد المباراه ثم نرجعوا نوصلوا الحديث. عندنا مقابله ما كناش حارقين بها كما يلزم، شفتوا معناتها كنا الناس مرتدا نحسبوا 2-0 عشان على بالبولي دو فوا نتساو. معناتها مقابله حارت فيها كان الجرينتا وجروح معناتها جماعيه كيف كيف، معناتها لي كومبلاسيون دخلوا على الطاوله بلوس، هذيك الحاجه المطلوبه من اللاعبين الكل. صحيح نجموا نتعداو مقابله صعيبه، مي تحت الجرينتا تحت الديير تحت الانجاجمون والجود اللي فوق في المقابله تجيب لها 3 بوان. الحمد لله حضر الشيء هذايا، مي هذا ما يمنعش على نقاص لازمنا نرجعوا بهم روحنا. ليسونسيال عملنا 3 بوان اليوم ان شاء الله باش يخلينا في المغرب. والله انا بدي ذوليك دول الميري غراس ربي، معناها هو اللي حطني في البوزيسيون هذيا. انا بدي تو مانيش مصدق هذول نلعب من غير حساب، خاطر انا ليله اللي ماشيين مسافرين جاني تليفون ما دي ساعه تاع الليل، ما كنتش معناها في ما كنتش كنت راقد هذول اللي ما صدقتش الحكايه. ومن بعد بديت نستوعب الحمد لله الماتش الثاني قدرت باش نفرح اصحابي وسيرتو معناها عائلتي اللي وقفوا معايا واصحابي معناها عادل بدوي والعباد الكل. ان شاء الله واحد يكمل هكا باش نكون معناها عند حسن الظن اللي طال الفني اعطى فيها الثقه نتاعو. ليه كراس الروح اللي شفناه في اخر الماتش، كراس معناها الناس معناها تحب تعمل حاجه. ان شاء الله ربي يوفقنا، نحن ما عملناش ماتش كبير على الحقيقه سيرتو ميتون الاولاني كما كنت نحكي توا، ممكن عباد ما تعذرناش لكن الطقس ياسر سخون برشا رطوبه، ما تنجمش ما ثماش فريشور كبير دوزيام ايتون ميم، حتى الناس اللي هبطوا عاونونا دوزيام ايتون وربي يوفقنا. معناها يوسف وقت اللي تحرك يوسف وقت اللي معناها سهلوا القدام ياسين ويوسف في الكوره مع دخول حمزه والعكاشي اللي فور كبير، ربي يوفقنا وكنا معناها نستحقوا الانتصار ونستحقوا الانتصار سيركونستانس كل اللي تعدينا بها. فما ماتشات ما يتلعبوش معناها يتربحوا. نعم. الماتش هذا ربحناه ما لعبناش فيه كوره. الحمد لله 3 بوان في الكوب دافريك لازمك 3 بوان ما لازمكش توري كوره. ان شاء الله الماتش ما عادش نقبلوا بونتوات ونفيقوا، كان ان شاء الله نفيقوا نبداو فايقين من الاول، خاطر شفت معناها كي قبلنا البونتو الاول فقنا من بعد روتال شويه. ان شاء الله الزامي طون هذا يبنيو عليها ومش نمشيو للبيت بها ان شاء الله. ديك اون ا كريتيكي مي جوار اي ما جو با كي مون كريك مي جوار، اون سي كون ا في ان ماتش ديفيسيل سورتو او ديبي دو ماتش سورتو لو بروميي ميتون اوسي، مي la caractère et la mentalité de mes joueurs est exemplaire. On a eu ça contre le Botswana, on a eu ça contre le Sénégal. Je suis assez fort, allez, assez fier. On sait bien que ce n'est pas parfait. Et c'est vrai que parfois, on s'accroche à des petites choses. Et vous savez, c'est pour ça qu'on a le porte-bonheur. Et parfois, le porte-bonheur, on ouvre la truc et tu vois que c'est la Tunisie. Le maillot de la Tunisie. Le costume aussi, c'est un porte-bonheur. Non, c'est surtout ce maillot. Et ça, je crois que toute la Tunisie est fière sur ça. Et mes joueurs sont fiers pour jouer pour la Tunisie. مشكور جدا لي كان ظهر لي كان في التصريح نتاعو. من بدايه التصريح غير شويه على الاولاد، قال برشا انتقادات للاولاد نتاعي لكن هذاك هو قدموا دور كبير اليوم سهيل. من خلال التصريحات ايضا نحكيو برشا على عامل الرطوبه عامل الحراره اللي اثر، وشفنا خاصه في تصريح البلبولي. هو اهم حاجه كونه في التصريحات اللي سمعتهم انا اكثر حاجه شدت انتباهي هو الكونسيونس تاع الملاعبيه. كي تسمع البلبولي كي تسمع المساكني يقول لك ماتش تربح وما لعبناش فيه، كي تسمع البلبولي يقول لك ما قدمناش مباراة كبيرة ولكن انتصرنا، فاهمين وانه المنتخب تعدى اليوم. المدرب قالها في الاخر، قال صحيح معناها فما شوية يعني ملاعبين ما عطاوش اللازم في اللازم، لكن اشكرها مع المردود كمان. هو بيدو المدرب زاد قال عنا عامل الحظ ومعناتها بورت بونور واحد هذايا هو حاجات احنا نحكيو يمكن توانسة سوبرستيسيو شوية لكن هو بيدو هاو يستبخت بالمريول اللي لابسه، يمكن عديناه كي جا لتونس بحذانا لكن اكيد عاشرنا برشا.
الحاجة الباهية أنه فاهمين وأنه المباراة اليوم تونس تعدت بجنب المباراة كانت تجم تخسر 2 ولا 3-0 معناتها كان جسم المنتخب الزامبي الفرص اللي اتيحت له ولكن انتصرنا الحمد لله. حبيت تكلم على حاجة بخلاف التصريحات على الهدف اللي قبلناه راه اليوم الصلابة الدفاعية واحدة من نقاط القوة نتاع المنتخب نتاعنا. خلينا نحكيو اليوم راهي ما مشاتش كيما يلزم وكيما ينبغي لأنه كي نشوفوا الكمية الهائلة نتاع الفرص المهدورة المنتخب الزامبي نفهموا أنه صلابة دفاعية واللي احنا قاعدين نبنيو عليها كيما قبيل قال منتصر دخول الراقد في بلاصة ناطر ودخول البدوي في كظهير في بلاصة حمزة المثلوث يعني نخموا في الدفاع. اليوم الدفاع ما مشاش لازمنا نخمو في الحلول الهجوميه ظهر لي اكثر خلي نشوفوا المنتخب يصنع لعب ويسجل والهدف اللي قبلناه اليوم احنا حالتنا اليوم سهيل في كيما حاله زامبيا جينا الفرص اللي جات لزامبيا وما سجلوهاش ونخسر المباراه تاع الاهلي قدر معناها شو تخيل فينا النتيجه معناها خير من فينا المو ديما 3 بوان راه تفرح ظهر لي انا كان فما حتى حد تساله في اي بلاصه في تونس تقول له كان نخلطوا للدور النهائي بالمردود هذا فما حتى حد يقول لك لا معادله يصح عليها الورقه ونتعداو لكن الهدف اللي قبلناه اليوم كنا نجموا ما نقبلوش اما دوزيشيك معناتها على بعضهم ديفونسور ترجع كره في اللاكس هكاك بسهوله من بعد يتعدى بسهوله هذيك سونتراج ما نجموش نحكيو على لومبلاسمون تاع معلول خاطر جي اونتر دو جوور كنا نجموا ما نقبلوش كان جاو معناتها ان بو بلوس دانتيليجونس في الملاعبيه اللي سيام نورمالمون في اللاكس وملاعبي وعندنا برشا مش انتقاد ولكن لوم صغير كان نقايص نحكيو عليهم بعدها على اليمين ولا حاجه ما كانش عنده راه شوف كان لاصقو ياسر المهاجم دون مانيير اللي هو خلط على الكوره هو خالد كان يجم يونتيسيبي يعمل خطا هذيك كان يمس تولي مشكله تولي بينالتي اللي هو جوست الى ايفيتي باش يصير الكونتاكت مع الاتاكون دون مانيير اللي ما خداش الكره بسرفه صحيحه ما تلومش عليه خاطر تشوفها من بعد سيام جوست حب يبعد الكره لكن من بعد صارت مشكله دوزيام بال ما فماش ومن بعد هو بيدو جوار كيفاش تعدى ما بين ثلاثه وال يعني والتكتيكمون كيفاش يعني تروا ديفونسور في وسط واحد كيفاش تعاملوا مع هذه المشكله. اما بالنسبه لي انا سيام الى ايفيتي باش يعمل الفوت هذه. خلينا نشوف اللقطات اختارتهم انت فما خالد بعض اللقطات اللي تحب تحكي عليهم في المباراه هذه اذا كان حاضرين الزملاء اعطونا اللقطات. شو حبينا نوريه لهنا وين ما نجحش المنتخب نتاعنا وين كان لازم لهنا توا ربحنا الكره نورمالمون شي خاوي يمدها للخزري وكيكا نمشيو نعملوا لاتاك رابيد شوف المنتخب الزامبي كيفاش رجع فيسع وفات لاكسيون هي بيدها لاكسيون مي هذه نتاع البونتو شي خاوي فيسع لعب بالكره ليوسف المساكني وميم تو كمل الكورس نتاعو سي تري امبورتون يوسف بالتوش تكنيك نتاعو رغم اللي الناس كل تعرف يوسف المساكن ماهوش في التوب فورم نتاعو لكن تكنيك ما الى توجور ايغال لوي ميم واليوم عطاك سنتراج اللي يعني يسوى ان شاء الله كاليفيكاسيون لهنا وين ما نجحناه زاد في الرولانس برشا دي شي تكنيك المنتخب الزامبي كيف دوم ما ياخذ الكره يمشي لقدام تير ترجع لهنا شوف سيام ما كانش عنده حتى حل اخر بشرع لكن في الدوزيام با نورمالمون غاديكا لي دو بيفو نورمالمون لي دو ميليو ديفونسيف يربحوا الدوزيام بال يعني اللي صار انشينمون غلط ما بين اللاعبين كما قلنا فما الدخول نتاع البدوي قد ما عطاه بوتيتر سيرينيتي مونتال للاعبين رانا نحن ثلاثه لاعبيه في الديفونس دونك ما نجمش نقبلوا لكن او ميم تو عطاه مشكله يعني كل لاعب ولا يعمل على صاحبه وهذاك يعني الايماج نتاع البوندو نتاع زامبيا هو يعني خليك يعني مش لو فات انت تلعب زاد ديفونسور يعني في الدافع مليح توا الكره العصريه الناس كل تدافع فما انيماسيون ديفونسيف تصير حتى تصير تبدا من المهاجم لين توصل للمدافع. واضح منتصر نحكيو حكينا على عمليات المركز اللي غابت اليوم على المنتخب نحكيو على الفرديات نمشيو بوست بار بوست اليوم نبداو من الدفاع يعني معلول كان ما قدمش مردود نتاعو عبد النور ايضا قام بعض الهفوات اللي كلفتنا زعما كلفتنا غالي نقاو السائح اليوم كان غايب على ابرز ردهات المباراه خدامهم الشيخاوي رغم تسجيله الهدف كان غايب ايضا الخزري ايضا كان غايب وقلنا كان بالضروره باش يبدلوا وجا التبديل نتاعو جات مؤخر شوي تقريبا شنو ضم كل المشاوش في المنتخب شوف ابار اليوم نحكيو على منظومه كامله يعني اي ابار البلبولي معناها في ال 11 اللي بدا ولو انه البدوي لا في دي زيفور الاخرين كلهم ما كانوش في النيفو نتاعهم معناها ينجموا يعملوا خير نرجع لديشي تكنيك اليوم فما حاجات معناها في نيفو هذاك في ملاعبيه بالكاليتي تكنيك هذاك
اللي هما ما ينجمش يغلطوا فيها معناها، فما دي رولونس اللي ساهلين معناها دي رولونس وصول كيما البونتو معناها ما تنجمش في نيفو تاع منتخب لاعبين كيون لا كاليتي تكنيك، معناها تقول لاعبي ما عندوش لا كاليتي، كيون لا كاليتي تكنيك نغلطوا في دي باس، نغلطوا في دي زونشينمون، نغلطوا في حاجات سي نورمال، بعد نجمش تلعب الهجمه المركزه. وقتاش عملنا رقينا شويه خمسه دقائق بعد البونتو الاول وحطينا كره لوطه حابين نضربوا في اللعب ورقينا عليه معلول مرتين سور لو كوتي تعدى مرتين. دونك باش تلعب لاتاك بلاسي فما دي برانسيب دو جو، لازمك تلعب فيسا، لازم تنقص ملي توج دو بال، وما لازمش يكون فما دي شي في اللعب، معناها تكنيكمون فما جوستيس لازمها تكون موجوده، والملاعبيه الموجودين يزون لا كاليتي بور، معناها ما فماش هنا يلزمنا نرقاو شنو هو معناها شنو المشكل مع علاش يظهر لي البروبليم مونتال، البروبليم مونتال خاطر الماتش اللي لعبنا لعبنا حتى بناطر وسايحي يعني كوم دو ميلي ديفونسيف اللي عندهم تكنيكمون اللي هما سوبيريور على اصحابهم. انتر بارونتيز انا الساحي الماتش الاول جو تروف كيلا في ان بون ماتش، لا كيف برشا عباد يقولوا الساحي، لا لا كيف كيلا في ان تري 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 بون ماتش في الكونستركسيون في الرونوس ما خسرش كور هذيك يلعب صحيح معناها يلعب، شوف مثلا ديما يرقى لا فيرتيكاليتي ديما يرقى الشيخاوي ما يلعبش بريمير انتونسيون وما يوقفش كوره برشا. هنا ممكن فما حاجه في المنتخب هذا اللي يلزم المدرب يلوجها سي لي كومبليمونتاريتي، بوتيتر او مونك دو كومبليمونتاريتي دي جو دي تريو اللي نجموا يخدموا مع بعضهم اللي نجموا يرقوا بعضهم اللي يرقوا ديزافينيتي. مثلا في الماتش الاول شفنا اللي الشيخاوي يحب يرقى وهبي الخزري ويحب يلعب مع ميلا توندونسا يتيح برشا سور لو كوتي، دونك لا زون اكسيال اللي لازم يقعد فيها كيما حكينا قبيل على كالابا اللي لازم يكون ما بين ليليني ما عادش يرجع، مثلا الشيخاوي ما يجيش يتيح في زون نتاع ياخذ الكره من ساق الساحي ومن ساق ناطر ولا من ساق الراجل، لازم هو يقعد برشا على جنب فوالا، لازم يقعد في الزون سنترال باش كي تخرج الكره على دو ميليو نرقاوه ما بين ليلين باش نجموا نرقاو لي زونشينمون، خاطر لا ستاسيون هذيك في ال 4 2 3 1 لا ستاسيون تاع لو مونور دو جو اللي وراه لاتاكون مهمه ياسر، كان ما ترقاهاش في زون معينه كان ياخو هو الكره ويرقى لا ديفونس كات ولي دو ميليو قدامه ماناش نحطوا لادفيرسير اون ديفيكولتي، باش تلعب لاتاك رابيد كي تلعب في ريت مشكلتنا مثلا اليوم حتى في ربع ساعه الاول لو جو نتاعنا بريفيزيبل معناها ما تنجمش تغلط دي ديفونسور ما عندكش حاجه باني عليها، ما تنجمش تغلط ديفونسور وتشوف لو بوس على فوت وقت اللي انا نهز الكره في عقلي ونمسها ثلاث اربع مرات فماش فيت سوربريز ما فماش فوالا يا با دي فيت سوربريز ما فماش ايماجيناسيون. دونك هنا بوتيتر علاش ماركينا البونتو مثلا الماتش الاول خاطر بالكاليتي نتاع الباس تاع جمال الساحي فسخ جولين فسخ جولين جوستيس في اللعب تعطيك الوقت باش تلقى لي زانترفال خاطر ولو تاخذ الكره وتضيعها فيسا باش تلقى روحك كون ديفيكولتي تو تفيد يلزمك دي روبير لهنا يعني دي روبير هذوما لازم اوتوماتيزم انتم دخلتوا تو في الحلول الحلول بشكل عام دي روبير اوتوماتيزم سامحني يبداو راهو من تالي خاطر تو الفوتبول مودرن باش تلعب اتاك بلاسي راهو باش تبدا من الجارديان باش تحط له كوره باش تبداها صحيحه من بعد تعدى لي ديفونسور لهنا لازم بصراحه في الماتش تاع ليكيب ناسيونال تاع الكل فهمني ما ريناش فريمون دي ديفونسور كي اوز باش ياخو شويه ريسك ويعطيها البيفو ولا البيفو يعني حتى كي يبدا سو بريسيون ياخوها ميسيلز ديما خايفين باش نطيشوا لهنا زاد فوالا كلاسمون البيفوات كاين نقلكوا كاين تشد الكره بالحاجه حتى يبدا بظهره الكره في لي زانترفال حتى بظهره ميسيلز ياخوها ويرجعها خاطر ياخوها باش يرجعها باش يصير فوالا باش يصير نوتر موفمون باش يخلق سباس دونك لهنا لونشينمون ميسيلز حتى بظهره ان بيفو نلعب بيفو ميسيلز حتى باش ترجع الكونفونس نتاعك في ماتش ساعات ميسيلز حتى ترجعها باس نيجاتيف فما كلمه 10 ثواني باش تلعب لاتاك بلاسي اول حاجه سي لا باسيونس لازمك تصبر على الكور من بعد اسكو انا ايتي بريباري مونتالمون باش نلعبوا في الكونفيغوراسيون هذه اللي احنا بوندون دي ديفونسيف ما نلعبوا لاتاك مساق هذا متصرف المباريات كلها حضرنا مونتالمون منتخب باش يشد الكره وباش يدومين سي زادفيرسير خاطر كيفاش تلعب لاتاك بلاسي لاتاك بلاسي باش دوميني تي زادفيرسير وباش تلعب في الزون نتاعو باش تلعب عالي تشوف لي شوا ومش تفهم اللي ماناش نلعبوا لاتاك بلاسي الكل منتخبات يلعبوا ما عندش حتى منتخب تو يشد كوره ما يقلقش يعني السنغال منتخبات كل منتخب السنغال يمكن المنتخب الوحيد
خلينا نمشي في رابط مباشر مع الزملاء في ابرز جهات تونس. بعد شويه المدرب الوطني السابق سامي الترابلسي باش نكون معاه مباراه المنتخب التونسي والمنتخب الزامبي كما قلت في الدوحه في قطر مع زملاء نسرين حمدي ولمدي الذوادي. لكن قبل هذايا نمشيو مع زملاء في رابط مباشر، والبدايه تكون مع زميل عمر مستيسر مباشره من تطاوين. تفضل عمر. بالفعل شكرا لك أنيس. تطاويل بتبعت الحال كبقية جهات الجمهورية تابعت ثاني مواجهات المنتخب في هذه النسخة الإفريقية الاستثنائية في الجابون، وثاني مباراة المنتخب الوطني التونسي اليوم منذ لحظات اللي انتهت بفوز هام جدا للمنتخب الوطني التونسي. بتبعت الحال جماهير في تطاويل عاشت هذه الفرحة اللي الحقيقة استنيناها برشا من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الحديث أكثر يعني عن هذه المباراة وعن خاصة الجانب الفني معنا مدرب الهاشمي معتوق وهو ايضا مستشار فني بالاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره القدم. سي الهاشمي، يعني المباراه كيفاش شفتها؟ يعني عموما 90 دقيقه تقريبا زائد 4 دقائق. والله كما تقريبا جل مقابلات كره القدم فيها اوقات كانت للمنتخب التونسي اوقات للمنتخب الزامبي، كل فريق حاول يستغل اوقات القوه نتاعه. المنتخب التونسي دخل اللقاء بشكل جيد جدا، حاول ياخذ المنتخب الزامبي في مناطقه، ثم ضغط في وسط الميدان على لاعبي المنتخب الزامبي، ثم تركيز في الناحيه الدفاعيه على الجهه اليسرى نتاع المنتخب الزامبي. زوز فرق يعرفوا بعضهم بالبداء. انا نشوف اللي كون ثم جانب ساعد برشا المنتخب الزامبي في العوده المقابله اللي هو تحكيم اللي كان بصراحه بعيد على مستوى نهائيات افريقيه، لكن الهدف نتاع المنتخب الزامبي في بدايه الشوط الثاني كان بصراحه مستحق، لانه في اللحظات هذيك المنتخب الزامبي رفع في النسق، عرف كيفاش ينتشر وكيفاش ياخذ الدفاع التونسي اللي ظهر في لحظات غير متوازن، عمل برشا فرص المنتخب الزامبي سجل احداها. بعد الهدف الزامبي صارت تغييرات في المنتخب التونسي، تغييرات تكتيكية، تغييرات حتى في الوقفة خاصة في وسط الميدان والهجوم. شكرا لك سيد الهاشمي معتوق. طبعا كانت هذه قراءة فنية من المدرب سيد الهاشمي معتوق، وكذلك طبعا شفنا معطيات كبيرة وخاصة الكوتشينج صحيح كما كان يحكي الهاشمي بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة القدم. عودة لك أنيس. شكرا لك عمر المستيسر مباشرة من تطاوين. بعد شوي باش يكون حاضر معنا أيضا زميلنا حافظ بن عامر مباشرة من صفاقس، باش يكون معه حاضر يظل باش يكون معه حمادي الدو باش يعطينا قراءة فنية في المباراة. بدينا نحكيو على الحلول تو تقريبا، بدينا نخمم في المباراة الأخيرة، وحسابيا المنتخب الوطني التونسي مطالب بنقطة واحدة في المباراة هذه. سهيل. والله حكينا احنا شوية معناتها مقبيلي الحلول تجم تكون في التغييرات بالطبيعة، تعطي نفس جديد للمباراة. تغييرات تجم تكون تكتيكيه، تجم تكون زاد شوا في الملاعبيه، خاطر اليوم تشوفوا انه التمركز نتاع عديد اللاعبين يخلي بوان دانتيروغاسيون. الخط الوسط الميدان اليوم ما خدمش الرول اوفونسيف نتاعو معناتها هجوميا كما ينبغي، كان ديما بعيد في الدوزيام ليني الاوفونسيف، كان ديما تطيح عنده، وفي الديفونسيف كيف كيرجع عبد النور الكره ولا حاجه، ظهر لي فما فرصه جات المنتخب الزامبي وكانوا يجموا يسجلوا بها هدف ثاني، كيرجع عبد النور الكره كنا نشوفوا لي ميليو تيران بعات. هنيك لازم تصير معناتها تغير بعض التغييرات التكتيكيه والشوا نتاع الملاعبيه. انا بوتيتر جو فوا ميو، هذايا رايي انا وظهر لي برشا يمكن عباد يشاطروني الراي، جو فوا ميو يمكن ليكيب ناسيونال انا ما غير صانع العاب ولا يغير في صانع الالعاب، يكون مثلا منصر في مكان الشيخاوي، والشيخاوي يجم يدخل في الدوزيام ميتون يعطيك ان بلوس بوتيتر، خاطر نشوفوا انه من مباراه الجزائر الوديه ياسين الشيخاوي يفرط في الاستحواذ على الكوره بعد ساعات كيما عدى قبيلي لقطه خالد معبره جدا، تكون هجمه مرتده ولا واللي هي واحده من اللي كاليتي نتاعنا، يل تومبوريز لو جو وقت اللي ما لازموش، لازمو يعطي التمريره باش يعني تغيير بعض اللاعبين. انا الحل بالنسبه ليا تكتيكيا يمكن كان جيت مدرب كنت نلعب خطه 4 4 2 كلاسيكيه، دو بيفو كلاسيك ندخل فيهم ان بيفو اللي هو اوفونسيف
يجم يكون فرجاني ساسي ولا حاجة باش يخدم بيستون يطلع ويهبط، ونحط مهاجم ثاني اللي يجم يكون الرجايبي ولا الشرميتي مع العكيشي بدو زاتاكون، يجم يكون منتخب تونسي يلعب احسن من اللي باتاكون برك وصانع العاب. هذا حل بالنسبه لي يعني. غير التكتيك كل لما المنظومه يظل مش تغير فيها الشيخاوي هذايا الفني برشا الناس الكل يحكيوا على شيخاوي بطبيعه الحال، لكن الظاهر يعني في تفكير لكنس مدرب المنتخب الوطني التونسي انه الشيخاوي ركيزه اساسيه وقيمه ثابته بالنسبه لي مش باش يتغير. احنا ما قلناش اللي هو ماهوش هو قيمه ثابته، لا بالنسبه لكنس بالنسبه لكنس قلت لك حتى ولو حكينا في المباراه الاولى ماهوش في اي ما كانش في المباراه الاولى لمباراه الجزائر الوديه للمباراه هذه رغم اللي سجل هدف اليوم هي. لكن ماهوش سامحني سؤال خلينا نمشيو مباشره للصفاق. اسمع الزميل حافظ بن عامر، تفضل حافظ. شكرا أنيس، تحية لك ولمشاهدي التلفزة الوطنية، مبروك للمنتخب الوطني التونسي، وتتواصل أفراح الجمهور الرياضي بعد انتصار المنتخب الوطني في كرة اليد البارح. ها اليوم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يقلب الهزيمة إلى انتصار تقريبا في ظرف 20 دقيقة، مردود آخر ووجه آخر للمنتخب الوطني التونسي. نعرف للاستعدادات كانت كبيرة من الجماهير الرياضية لمتابعة هذه المباراة، فمشكون اختار يتبع المباراة بمفرده، فمشكون اختار يتبع هذه المباراة اون جروب، اما في بعض المقاهي او عند احد الاقرباء او الاصدقاء. على كل احنا اخترنا هذا الموقع هنا لمتابعه المباراه مع الجماهير الرياضيه، وطبعا التحق بنا الان المدرب السابق للنادي الصفاقسي سي حمادي الدو. بطبيعه سي حمادي ساعه مرحبا بك. وبيك يعيشك. انت اخترت في ظهري باش تبع المباراه بمفردك. اكيد المقابله تفرش عليها في الدار اكثر تركيز واكثر انتباه، ومبروك لتونس على الانتصار هذايا. سي حمادي يعني الفيزيونومي نتاع الماتش كله تقلبت في 20 دقيقة تقريب، كنا ماشيين نحو هزيمة ولينا ماشيين نحو انتصار مهم جدا باش يفتح الأبواب طبعا على درب هذه الكأس الأفريقية للمنتخب الوطني التونسي. صحيح، لكن قبل ما نحكيو على الانتصار نحب نقول لي وقت نقولوا منتخب نقولوا جروب، ونقولوا الجروب عنده لو ميم اسبري لو ميم بوت. هذه اليوم شفنا المنتخب التونسي أكثر فردية، والفردية هذه ترجمت في اللعب بتاعه، لكن الحمد لله في آخر المقابلة الملاعبية معناها كالروح العالية الجرينتا هي اللي عملت الفارق وهي اللي خلت المنتخب تنتصر اليوم. علاش كان ثم اداء مهزوز في تقريبا 60 70 دقيقه الاولى في المباراه؟ بخلاف ثلاثه دقائق الاولى معناها اللي يمكن خلقنا فرصه، الاداء كان مهزوز، الخطوط كانت متباعده بكل صراحه. كما قلت لك ثم برشا فرديه في الاداء بتاع المنتخب التونسي، شفنا اللاعبين الشيخاوي المساكن يجيو ياخذوا كوره من الدفاع بتاع الفريق، ما هماش يطلبوا في المساحات الصحيحه. لكن شي كان في عزله، شفنا زوز اظهره ما طلعوش لعلي معلول رامي البدوي، وهذا معناه خلى المنتخب التونسي ما قدمش الاداء بتاعو. الشوط الثاني حتى من ناحيه دفاعيه بصراحه معناه كان الاداء كارثي، والاداء هذايا ترجم حتى في الهدف اللي سجله لنا معناه منتخب الزامبي، كنا اربعه على حامل الكره رجعوا الكره في اللاكس. بصراحه اليوم المنتخب التونسي ما قدمش اداء كبير. انا نشوف منعرج المقابله هو دخول محمد علي منصور اللي معناها رغم انه متاخر شويه بصراحه الدخول بتاعو هو اللي رجح الكف المنتخب التونسي وعمل الفارق والحمد لله، والروح العاليه بتاع المجموعه زاد الحمد لله يا رب هي اللي عملت الفارق للمنتخب التونسي. شكرا اذا سي حمادي الدوم المدرب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي، كان رافقني انيس في هذا الربط المباشر من مدينه صفاقس. فقط قبل ما ننهي انيس بعيدا عن الالوان، احنا الكل يعني وراء المنتخب الوطني التونسي وندفع في اتجاه النتائج الايجابيه للمنتخب الوطني التونسي، وسي حمادي الدوم منذ قليل قال منعرج المباراه في دخول محمد علي منصر. الجماهير هنا في عاصمه الجنوب كانت تمني النفس ان تشوف محمد علي منصر اليوم اساسي في المباراه بعد المردود اللي قدمه في المباراه الاولى وسجل هدف، وكاني يعني بليكانز سمع مطالب جمهور نادي الصفاقسي واقحم محمد علي منصر يعني من حسن الحظ، وانه كان عنده دور مع بقيه اللاعبين بكل صراحه في قلب وجه المباراه وتحويل الهزيمه الى انتصار كبير للمنتخب الوطني التونسي، انتصار هام كما قلت باش يفتح الباب على مصراعيه نحو يعني الادوار القادمه في نهائيات كاس افريقيا للامم. هكا نكملوا مع هذا الربط معاكم من مدينه صفاقس، ان شاء الله في ربط مباشر اخر من عاصمه الجنوب صفاقس. شكرا لك انيس ورجع لك الخط في الامان. شكرا لك حافظ بن عامر، ومشكور جدا ايضا سي حمادي الدو كان معنا في قراءه فنيه للمباراه. بعد شوي يكون حاضر معنا مباشره من قفصه ايضا زميلنا حافظ ترابلسي مع الفني جهاد زروق وقراءه فنيه اخرى. جينا من قفصه قبل ما نتحولوا بعد لتونس مع زميلنا عصام الزيناوي ايضا هو بطريقته كيفاش عاش المباراه. اربع نقاط مباشره ان شاء الله في الموعد نتاع اليوم. خالد في كلمتين يعني كما كان يحكي سهيل الطريقة باش تتوخاها ان شاء الله في المباراة الثالثة، باش تدخل تلعب على نقطة اكيد باش يكون ضغط اكبر منه انك تلعب يعني على انتصار يعني في المباراة هذه.
هو اهم حاجه تلعب بكليبرا، والخطط التكتيكيه تنجم تحط اي خطه تكتيكيه، لكن البورسنتاج نتاع التطبيق قداش باش يكون في مباراه اللي باش يكون بصراحه ما هي سهله. مش منتخب يلعب على انتصار مش كيما على تعادل، وديما الريزلتا هذا وقت اللي تلوج في التعادل تدخل في بياج. دونك لهنا بصراحه لازم الواقعيه، نتصرفوا بواقعيه، نجموا نعملوا تغيير تكتيكي. عندنا اللاعبين سورتو في وسط الميدان هو باش يكون هو اهم، يعني اهم منطقه في المقابله نتاع هذه، يعني الكاليتي التكنيك نتاع اللاعبين نتاع الكونغو اللي هو يعني المنطقه ديك هي القلب النابض نتاع المنتخب، وفيه لاعبين على المستوى الفني يقدروا يرفعوا في الـ في الـ في الريتم كما يقدروا يخفضوا ويتحكموا كما يلزم في المقابله. دونك لهنا باش نحطوا البوزيسيون اللي يلزم، عندنا في وسط الميدان سورتو لاعبين اللي عندهم الفنيات وعندهم زاد المستوى البدني اللي نجم يخليونا نحققوا نتيجه ايجابيه، مع ان نحافظوا على النفس الهجومي. ولو انه ماناش كما قلنا ماناش المنتخب اللي يلعب الاتاك بلاسي، قوتنا وقت اللي نستناو ونلعبوا بسرعه للامام. دونك لهنا نتصور باش يصير تغيير، ممكن المدرب يخم باش يلعب بثلاثه لاعبين في وسط الميدان وقدامهم شيخاوي ويحط مهاجم صريح وواحد على الجناب. وجربنا الخطه هذه في المقابله نتاع بوتسوانا في بوتسوانا والنتيجه كانت ايجابيه، منه ما نهزمناش وخرجنا بتعادل. عنده لي شوال المدرب صراحه، اليوم فما لاعبين اون فورم اللي نجم يستغلهم كما يلزم، على غرار محمد علي منصر اللي عمل مقابله باهيه، لعب ال 20 دقيقه اللي لعبهم كانت في مستوى باهي. الحاجه اللي تفرح زاده، الحاجه اللي تفرح زاده بصراحه اللي هي عوده الروح ليوسف المساكني، واليوم رغم بعده على الميادين لكن اليوم لعب 90 دقيقه في مستوى كبير وكان وراء الهدف الثاني. الشوا موجود بصراحه، حتى في الرول ديفونسيف تاعو خدم مليح يوسف، عمل ماتش كبير بصراحه، ترى لاعب يعني من يعني المده الاخرانيه مش بانتظام جراء الاصابات، وفي ماتش كيف ما اليوم ماتش ديسيزيف يعمل لك يلزم. دونك لهنا ما نجمو كان نحيوه. فما حاجه بصراحه يبدا المساكني وشيخاوي يبداو حاضرين، يعني الهدف اليوم نجم نجم يعني نجم بصراحه المدرب يتحكم يحط تكتيك اللي يعطي اكثر ليبراسيون للزوز لاعبين هذوما اللي نحبوا ولا نكرهوا، هما اللي نجموا على المستوى الفني يعطيوا يعملوا الفارق. واضح. قبل ما نتحولوا مع الزملاء كما قلنا منذ البدايه قراءه فنيه اخرى، جينا اليوم عند الناخب الوطني السابق سامي طرابلسي من الدوحه، كانوا زملائنا لميا الذوي ديوان سرين حمدي واكبوا معه مباراه تونس وزامبيا. تفضل. احنا معادة ثم تضارب معادة في الادوار بين يوسف وبين ياسين شيخاوي، كذلك جمال السايحي وحسين الراقد. لعبنا من الاول بدينا معادة كان من لاعبي وسط ميدان هجوميين يوسف وشيخاوي، نشوف اللي كونه هكا راهو الموجود معادة في تونس ريالمون، زاد معادة الاصابه اللي صارت صابر وكذلك فخر الدين بن يوسف لاعبين مهمين في وقت حساس ووقت قاتل شويه، ما ينجمش المدرب يبدل معناتها طريقه اللعب. لي كانز مالوريزمون انا حسب رايي معناتها قد ما كان موفق واختار وكان كان واقعي في التصفيات، لعب على حقيقه الامكانيات، ممكن هنا معناتها حاول باش يبدل طريقه اللعب. احنا مالوريزمون معناتها ماهوش عيب، ما احناش فريق ولا منتخب اللي نجم نصنع اللعب. البروبليم تاع حربي وحقه الى ايتي ريزولي، معناتها ريزولي اللاعب هذا معناتها هنا نشوف في قطر يقدم في اضافه كبيره، لاعب ممتاز راس حربه ممتاز هداف، ينجم يكون عنده مكان ونجم يكون معناتها ويعاون برشا المنتخب الوطني. ريزمو احنا معناتها
بقي عندنا هيك الخباثه والشيتنا معناتها نتاع النور افريكان اللي نعرفوا نربحوا بها المباريات. هما عندهم بوكو نيفتي مالغري لي كاليتي تكنيك ولي كاليتي فيزيك نتاعهم. اليوم مباراه للنسيان ناخذوا كان شي منها الانتصار الفوز باش يساعدنا باش نترشحوا، لكن برشا حاجات لازم تراجع برشا من التشكيل من الاول. اكيد اذا كان نحكيوا من الناحيه البدنيه الفريق ما عندوش مشاكل بدنيه، ممكن ثم عامل الرطوبه والحراره كبل اللاعبين، ممكن الخوف من معناها بدايه المباراه من الهزيمه، ممكن الضغط اللي كان مسلط عليهم، لكن هذا ما يمنعش اللي يتحرروا في اخر الشوط الثاني. لكن ما نجموش نقعدوا كل مباراه يعني كان شي نلعبوا كان شي في اخر 20 دقيقه او اخر 30 دقيقه. مشكور زيدا المدرب التونسي سامي طرابلسي والمعدل البدني وسيم معالي عن القراءة الفنية للمباراة تونس زامبيا. نمشي معك منتصر وكيفية التعامل مع المباراة القادمة إن شاء الله. ديجا في المباراة القادمة باش نلقاو روحنا في كونفيغوراسيون نحبذوها، معناها احنا نقطة تعادل تكفينا. منتخب الكونغو الار دي سي معناها كونغو ديمقراطية يلزمو يربح المقابلة باش يتعدى، دونك يلزمو يعمل اللعب. احنا نجمو نلقاو روحنا في وضعيه اللي نستناو المنافس ونلعبوا لاتاك رابيد والكونتر. من بعد الحجر باهي، شفت اليوم احسن ملاعبي في الكونغو مولومبو اللي يلعب في ويست بروم تضرب ان شاء الله ما يلعبش، خاطر سان جور تري 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 امبورتون في الار دي سي، ومن اللي خرج هو لو فوليوم دو جو تاع الكونغو نقص شويه، دونك هذايا سي اون بون نوفيل. نتصور لازم يكون فما تغييرات خاطر ديبوندامون من النقائص تاع اليوم ومن لي شوا تكتيك، مقابله ثالثه لازمك تلوج لا فريشور، لازم تشوف ملاعبيه فري اللي يبوف ابورتي كيلكو شوز سورتو سور لو بلون فيزيك، اللي هما ما نقولش ما لعبوش ولا لعبوا اقل وقت باش ينجم يدخل دم جديد في الفريق باش يكون حاضر. نردوا بالنا خاطر مختر ساعات كي تلعب على نقطة متاع تعادل وتبدأ تلوج في التعادل ساعات ريسك كبير، اللي تنسى واجباتك الهجومية تولي تخمم كان مش تفوق الكرة ومن بعد ما تخممش تعمل بها القدام. سي تريز امبورتون باش نحضروا الماتش الجاي مليح. عنا دو ماتش نجموا نخدموا عليهم، مقابلة اليوم متاع الكاب فير والمقابلة الأولى متاع زامبيا، ندرسوا مليح المنافس، شوفوا كيفاش نجموا نوقفوا الكونغو وسورتو نلعبوا لهم على نقاط ضعفهم خاطر عندهم نقاط ضعف شفتهم. بعد نحب نقول راهو اليوم ربحنا مقابله سي فري وفرحانين وعملنا 3 بوان، ما نجموش نتعداو ديما هكا، معناها اليوم ونا يو لا شونس وربحنا ماتش مي هكا. شنو في الكاليفيكاسيون تعدينا معاك تقريبا ماتش السنغال بتاتر مي خير شويه في النيفو خير شويه في النيفو كنا خير من هكا، لكن اليوم عملنا ماتش متوسط الاولاني، اليوم ماتش كيف كيف يلزمنا نطلعوا شويه خاطر كان نحبوا نمشيوا بعيد. تنجم تربح ماتش هكا ما تنجمش تربح كومبيتيسيون، ما تنجمش تربح تيتر، يلزم فما حاجات نبدلوهم، يلزم بوتيتر دي شوا بوتيتر لي بلون دو جو خاطر ما ريناش كيما قلت لك لو جو بريفيزيبل، ما ريناش ان بلون دو جو واضح معناها شنو نحبوا نعملوا وقت اللي كره توش ما عندناش دي روبير سو لانيماسيون اوفونسيف. ان شاء الله هذايا نرقاوها في المقابله الجايه. واضح. خلينا نمشيو للمباشر مع عصام الزيناوي معاه الفني لطفي الرويسي، تفضل عصام. مرحبا بك انيس وبضيوفك في الاستوديو ومتابعي القناه الوطنيه الاولى في هذا الربط المباشر مع نتيجه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الزامبي اللي انتهت منذ ساعات تقريبا وانتصار المنتخب الوطني التونسي بهدفين مقابل هدف. يحضر معنا في التحليل لطفي الرويسي اللاعب السابق والمدرب الحالي والمعدل البدني انيس الشنوفي. نبداو مع لطفي. لطفي يظهر لي انتصار مهم للمنتخب الوطني التونسي وعوده في اللقاء من الباب الكبير في الدقائق الاخيره وهدفين مقابل هدف يخلوا العناصر الوطنية ترتاح قبل المواجهة الأخيرة ضد الكونغو. صحيح انتصار ثمين، انتصار من ذهبة نجم تقول، فريق القوم يرجع من بعيد، مبروك لتونس بالانتصار هذايا، لكن هذايا ما يحجبش معناتها السلبيات اللي توجدت اليوم في المقابلة. على 95 دقيقة نجم تقول الفريق نتاعنا لعب 25 دقيقة ما لعبنا كان بعد ما تسجل فينا الهدف، وحتى كي رجعنا في اللعب معناتها ما كناش معناتها مؤثرين برشا من الأول، لكن كي تسجل هدف العكايشي تحرروا اللاعبين وكانوا معناتها في المستوى وكنا نجموا معناتها نفوزوا بأكثر
حتى، لكن على مجريات المقابلة على 90 دقيقة نجم نقول الفريق نتاعنا ما كانش في المستوى، لا على المستوى البدني ولا حتى على المستوى الذهني. ممكن مع التغييرات أثرت شوية، لكن المهم ثلاثة نقاط تخلينا معناتها نخمو في المستقبل نتاع المقابلة الجاية. أول حاجة معناتها أعطينا نترشحوا الدورة القادمة ومن بعد نصلحوا السلبيات اللي عندنا كل إن شاء الله. نمشي الكنيس، وكنت تسمع في لطفي يحكي على بدني، نظر نقطة استفهام كبيرة بالنسبة للمنتخب، ما شفناش بدني، شفنا جوارات أخرين، شفنا لاعبين مكبلين في الرجوع على الدفاع في التنشيط الهجومي، في رأيك أنت شنو الأسباب اللي خلت شيء هذا؟ السلام عليكم. الأسباب ما تنجمش نحي كوتي فيزيك على كوتي مونتال، probable les conditions qui ne sont pas favorables du tout, que ce soit à l'hôtel, que ce soit شنو يعيشوا الاولاد الغادي، تعرف الافريق انت تعرف هذا الكل. سي بور سولا من الاول ما دخلوش في الماتش، يعني بقاو ذهنيا بعد ياسر، سورتو البارح شنو صار في البيت في البيوت فاضل ماك هذا. من بعد كي بدخل سيسي ومنصر والهدف صرح الاولاد، وكنا احنا في ال 20 مينوت الاخره خير منهم بياسر فيزيكمون، صحيح بريمير ميتون هما خير منا في لي ديويل في الاسبرينت في كل شيء، احنا البونتو خلانا نتحرروا وبدخول هذوما الزوز زاد سيسي ومنصر والهدف خلى الاولاد يعطيو لو توب ولو تو، احنا هذا حاشنا به ليسونسييل في الاخر تكون عندنا اونديرونس وفي الاخر ليسونسييل ونا غاني، وان شاء الله في لي تورنوا هذوما لي تورنوا هذوما ديما من ماتش لماتش البيرفورمانس تمشي وتتحسن. تنجمش الماتش الاول ديما تبدا فيزيكمون اقل من الماتش الثاني من الماتش الثالث، بلي كومبيتيسيون تتحسن، وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله دوميو ميو. أنيس، كما كنت تسمع يظهر لي تحليل فني من ناحية التكتيكية ومن ناحية البدنية، المهم ثلاثة نقاط للمنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة الكونغو في المباراة الأخيرة، المهم اليوم حصل إن شاء الله التأكيد وإن شاء الله النقاط السلبية يتلافوها الأولاد والمدرب الوطني في المباراة القادمة، وإن شاء الله نتواجدوا في الدورة الثانية ويكون المنتخب التونسي عنده رأي آخر في المسابقة الأفريقية هذه. شكرا لك عصام، يعطيك الصحة. أكيد كما شفنا من خلال كل المداخلات تعدت القراءات واختلفت من فني الفني، لكن الكلها تقريبا أجمعت على أنه مردد المنتخب محتاج للمراجعة طيلة 90 دقيقة. إن شاء الله في المباراة القادمة يتحسن مردود المنتخب ولما لا تصير التغييرات وتتفاداو النقائص اللي شفناها في المباراة نتاع اليوم. نشوفوا أبرز المقاهي في عبر الجهات كيفاش عاشت المباراة هذه مع الزميل سامي بوعزيز. واكبة الجماهير الرياضية في مختلف جهات البلاد بكل شغف مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب الزامبي، فكانت التفاعلات مختلفة بين مدن تطاوين، قفصة وصفاقس. فرغم الأغلبية اللي ما كانتش راضية تمام الرضا على مردود المنتخب التونسي اليوم، إلا أن الانتصار حجب عديد النقائص اللي لاحت وفرحت العديد من الجماهير. ما شاء الله مربحوا وكو. الحمد لله انتصار بعد غسرة كبيرة ياسر، معناها فهمتي ولا الحمد لله انتصر تونس وهذيك هي الفائدة، إن شاء الله الترشح للأدوار المقبلة وشرفونا. حبينا فرح من الأول، المقابلة كانت تحكمت في شل رداهاتها الكل الفريق الزامبي بكل صراحة، من الناحية الفنية الفردية، من الناحية الفنية الجماعية، من الناحية البدنية كنا قبلنا برشا اللعب، كان لو عرفت كيف تستغل الفرص اللي جاتها زامبيا كانت نجم تربحنا حتى باربع اهداف. والله فرحنا برشا، معناتها بحكم صحيح منها غسره في الاول، لعب في معناها الميتون الاول ما كانش كوم الفو، الميتون الثاني بصراحه فرحونا بعد غسره كبيره، وان شاء الله هذه البدايه ومازال ان شاء الله. المنتخب التونسي حقق المطلوب وما تبقى على النسور كان تحقيق الفوز ضد الكونغو الديمقراطيه في المقابله القادمه، ويفرح الجماهير التونسيه بالاداء والنتيجه. مشكورين كل الزملاء اللي عايشون الاجواء عبر ابرز جهات الجمهوريه والناس كيفاش عاشت المباراه هذه، واكيد فرحه تبقى خاصه بالنسبه لكل جماهير المنتخب الوطني التونسي. نمشيو لفقره القاره في برنامجنا، وابل كان قراءه في ابرز وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في قراءه مع الزميل وليد النويري. مرحبا بكم في جولتنا عبر الويب. اليوم كان الموعد مع مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، والاهتمام كان بمباراة منتخبنا ضد زامبيا.
موقع افريك فوت قدم المباراة بتاع اليوم بمقال بعنوان لا تونيزي ا لا رولونس كونتر لا زامبي. نفس الموقع في مقال ثاني رجع للظروف الصعبة لإقامة نصر قرطاج وتحدث عن الفيضانات اللي عرفتها بيوت وهب الخزري وسيان بن يوسف اللي لقاو رواحهم مضطرين لتبديل بيوتهم في مدى ساعتين بتاع الصباح. ليكاز قال حرفيا عندنا مشاكل للتأقلم هنا في النزهة لكن نبقاو قويين ذهنيا. قبل المباراة وعلى صفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي رجع مرة أخرى هاجس القنوات الناقلة يسيطر على المتابعين، وبرشا كانوا يفركسوا على روابط مجانية وإلا قنوات غير مشفرة باش يتفرجوا على المباراة. التشكيلة الأساسية للمنتخب زادة عرفت متابعة عن كثب من رواد الانترنت، وال11 لاعب الأساسي اتبرتجات أسمائهم بسرعة كبيرة. بعض الصفحات كانت متفائلة برشا إلى درجة التنبؤ بنتيجة المباراة. في وقت المباراة الملل كان كبير خاصة في الشوط الأول، ملل تحول إلى غضب كبير من الدفاع بعد الهدف اللي قبلناه، وقرينا تعليق كيف تبارك الله مالا ديفونس، فما شكون قال إن الهدف متاع زامبيا مستحق. لكن الأمل رجع شوية لأحباء المنتخب اللي فرحوا بهدف العكيشي، ورجعت الناس تحمد في ربي، وقرينا تشجيعات حتى من الشقيقة الجزائر، وشكون زاد يدعي بالانتصار. الانتصار جاء من راس الشيخاوي، وسبحان المغاير الأحوال، التعليق تقلبت 180 درجة رغم أن البعض ما كانش مقتنع برشا بالأداء واعتبر الانتصار ضربة حظ. الصحافة الإلكترونية تفاعلت مع الانتصار، اكتب موقع فوت بلوس لي زيغل دو كارتاج سون فول، في حين نلقاو برشا واقعية في موقع كوارجي اللي كتب اون فيكتوار انيسبيري بور لا تونيزي فاس لا زومبي. عالميا اكتب موقع جريدة ليكيب الفرنسية لا تونيزي اي رونفيرسون، وكتب موقع كورا.com نسور تونس يطيرون بفوز غال على زامبيا في أمم إفريقيا. إذن كانت هذه أبرز التفاعلات، مشكور الزميل وليد النويري. هكا نكون ختمنا مع مباراة تونس زامبيا، وإن شاء الله يكون الباقي أحسن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نخرج بانتصار لملا في مباراة الكونغو مباراة الختامية في المجموعة هذه. منتصر برنامج غدا أكيد منتخب العربي أيضا الثاني الجزائر، تنتظر مباراة تنتظر مهمة جدا الجزائر غانا، يعني كيفاش ترى المباراة هذه إن شاء الله؟ منتخب جزائري فافوري، معناه هو فافوري الدورة، مش معناه الناس كل تقول هذا، حتى الملاحظين في أوروبا يقولوا هذا. منتخب الجزائري نجم يعمل فارق هجومي مع أي منتخب، معناه بوجود سليماني في غولي برايمي تقعد المشكلة. شفناها في المقابلة الأولى دفاعيا بوكو دلاكون برشا مشاكل، منتخب جنوب افريقيا خلق برشا فرص، رجع من بعيد في المقابله الاولى. منتخب غاني شفتوا المقابله الاولى بعيد برشا على المستوى نتاعو في غياب ليستار ساموا اسيان مونتاري، دونك حسب رايي منتخب جزائري اوتسو في المقابله هذه، لازم يرد باله دفاعيا. من بعد يظهر لي باش المجموعه هذه باش تلعب ما بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال، اللي حسب رايي انا في المقابلات اللي ريتهم الكل سي لا ميور سيليكسيون اللي ريتها في المقابلات الكل. واضح. نمشيو تقديم المباراه هذه مع الزميل عبد الرحمن العاش، تفضل. في أول مباراة أمام منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية يخوض غدا مباراة حاسمة في مشوار التأهل للدور الربع النهائي أمام غانا، خاصة مع هزيمة زملاء أندري أيو ضد السنغال. C'est toujours plus facile de commencer une compétition avec une victoire. Ça faisait presque 25 ans qu'on n'avait pas fait. هام إحراز الفوز في أول لقاء، وهذا ما حصلش منذ 25 سنة. مطالبين بعدم التفريط في النقاط في كل مباراة حتى ضد المنتخب الغاني. Mais voilà, on est confiant dans notre atout justement pour faire un résultat positif. منتخب الخضر عول على المهارات الفردية لتجاوز البافانا بافانا، والفني الفرنسي غوركوف قد يضطر لإجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية لتجاوز عقبة بلاك ستارز. نظن باللي الاخطاء اللي كانت ما كاش مباراه بدون اخطاء، ولكن اخطاء كانت حقيقه كانت فرديه وجماعيه في الخط الخلفي وحتى في وسط الميدان والاسترجاع، وهذا الشيء اللي صدر لي ظروف يعني مختلفه. اولا اول مباراه وين الضغط كان عالي، اللاعبين اكتشفوا المحيط اكتشفوا ارضيه الميدان.
بالنسبة للمنتخب الغاني المتأثر بغياب جيان أزاموا نجمه على اللقاء الأول مطالب بتدارك المردود المحتشم ضد السنغال لتفادي الانسحاب منذ الدور الأول في الكان 2015. I think we lost the game and we were all sad. No one was happy with the result, but متأسفين على الهزيمة في اللقاء الأول لكن متأكدين من التدارك. المنتخب الجزائري قوي وبإمكانه التسجيل. حضرنا جيدا للقاء خاصة على المستوى النفساني. But we are really prepared and we are mentally also prepared to win our next game. إذن في الختام نذكر بنتائج بالنسبة للمباريات اليوم. تونس المنتخب الوطني التونسي يفوز على المنتخب زامبي 2-2، والرأس الأخضر يتعادل 0-0 مع الكونغو الديمقراطية. تعادل يخلي المنتخب التونسي مطالب بنقطة واحدة خالد في المباراة الأخيرة. كما قلنا قبيل اللي باش تلعب على تعادل لازمك تخطيط صحيح بصراحة، خاطر باش يكون ماتش صعيب تلعب ضد فريق باش يكون موتيفي خاطر هو مطالب بثلاثة نقاط. دونك لهنا ان شاء الله ما نتيحوش في الاستسهال نتاع اللي نقطه ترضينا، ماذا بينا راه منتخب يلعب باش ينتصر ونبعدوا على المفاجات الكل. واضح. نذكروا بالترتيب بالنسبه للمجموعه هذه، تونس في المرتبه الاولى باربع نقاط، الكونغو الراس الاخضر نقطتين، واخيرا المنتخب الزامبي بنقطه واحده. وكما قلنا المنتخب الوطني التونسي مطالب حسابيا بنقطه واحده حتى يترشح نهائيا بالنسبه للمجموعه هذه. بالنسبه لبرنامج الغد، المنتخب الجزائري منتخب الغاني، المباراه هذه تتلعب 5-8 المنتخب السنغالي ضد منتخب جنوب افريقيا. احنا نكون وصلنا الى ختام هذا الموعد، مشكور جدا سهيل براضي على الحضور. شكرا نيس، شكرا للاولاد لهنايك والزملاء زادة ومتفرجين متبعين. اكيد خالد المال يعطيك الصحه. شكرا للناس كل وان شاء الله ليلتكم زينه. منصور مرتبيان شكرا لك، نورتنا اليوم. اجمل تحيه لكل الفريق، صباح الخير ناس كل، الى اللقاء. Show key.